ليس الفتى من قالها دا أبي، إن الفتى من قالها أنا دا. فيصل الشيباني الشاب السبهوي الأصيل هو قصة كفاح ملهم تفند الزعم بأن الشباب الليبي لا يمكنهم الاعتماد على أنفسهم وتحقيق أحلامهم. ولو مشى لصاحب محل يعني احنا عندنا السلبية عند يعني يجذبوا به للحروب ويمشي عنده عادي، لكن انه يجي يدور خدمه والله يقعد متهني ومتريح مريح باته وامه لا، يعني شني وصلت بهم لدرجه يعني انه يمشي اليوم من امه يقول هيا باي مع السلامه يجيبوا لها في تابوت، يعني لو انه قعد وتعب. وطبعا احنا الليبيين ما يحبوش حاجه اسمها تعب، طبعا يحبوا اللي يجيهم على البارد المستريح، طبعا احنا تعودنا على البارد المستريح. تعلم فيصل تصنيع الأبواب والنوافذ منذ 5 أعوام حتى تمكن أخيرا من افتتاح ورشته الخاصة وصار معلما في أصول هذه المهنة. وقعدت غادي عند 2015، فما الوضع الأمني مش تمام غادي، فحولت من المنشية جيت لجديد، وكانوا عمي شباب بارك الله فيهم هم اللي زادوا قالوا لي لا احني معاك وعلمنا انت وقصة كيفك، فبارك الله فيهم لقيتهم وتعلموا الخدمة ويعني حتى ما نسوش الجميل. إن لم يستسلم فيصل للركود والبطالة وقرر أن يعمل بيده من أجل لقمة العيش متحديا الظروف والصعاب. الجمال فيها كل شيء، يعني التألق فيها، يعني كل مرة من باب الباب أجمل، من دولاب الدولاب أجمل، من روش يعني في الديكورات، طبعا لكل يوم يعني تلقى روحك متألق في حاجة. يتمتع الشيباني اليوم بسمعة طيبة نظرا لمصنوعاته، فقد بنى جسرا من الثقة بينه وبين زبائنه عن طريق موهبته وتفانيه وإخلاصه ومحبته للعمل ليكون قدوة لكل شاب ليبي في مقتبل العمر.